الى المغرب والى هولندا. هنروح الى اللاعب عبد الحق نوري، هنروح بالتحديد لوالده السيد محمد نوري. والده عبد الحق نوري، عشان بس الناس اللي مش عارفه، هو لاعب كان من اللاعبين الواعدين الصاعدين، خد افضل لاعب في دوري القسم الثاني في هولندا، وكان اصغر افضل لاعب، ثم انضم الى نادي اياكس، لعب لكل منتخبات هولندا السنيه ورشح للمنتخب الاول، ثم اصيب اصابه بالغه في مباراه وديه منذ حوالي 3 اعوام جمعت ما بين اياكس امستردام ونادي فيردر بريمير الالماني. هنا لحظه سقوطه على الارض، وظل فتره الى ان جاءت الطائره ونقلته، ومن يومها وهو في شبه غيبوبه كامله. ما هي تفاصيل عبد الحق نوري اخر الاخبار؟ خلينا نروح لوالده عشان نعرف التفاصيل اخبارها ايه. استاذ محمد اهلا بيك، كيف احوالك؟ وان شاء الله تكون بخير، وان شاء الله نقول لك الحمد لله على السلامه الكامله لعبد الحق ابنك باذن الله. بارك الله فيك اخي، الحمد لله على كل حال. الحمد لله، يعني الحاله الصحيه ديالو حقا تحسن شيئا ما. نعم. بمجرد الترحيل ديالو من المستشفى للمنزل، يعني هذا كان تقريبا شهر 12 او اخر شهر 12. نعم. وحتى الان والحمد لله لاحظنا ان كان في تحسن في المنزل احسن من المستشفى، وهذا بفضل من ربي سبحانه. راجع هذا الشيء، عاود الحاله اللي كيحس بها في المنزل مش هي اللي في المستشفى، عنه في المنزل يعني يكون بجانبه أم وأبوه وإخوانه كل يوم، يعني حس براسه بأنه مرتاح نفسيا. وهذا الحالة النفسية بس تساعد على حتى البنية والصحة تتحسن شيئا ما. طيب. الحمد لله على كل حال. يعني الكلام اللي انتشر على لسان شقيقه ابنك الثاني الحقيقة أنه بدأ يستعيد وعيه، يعني اسعد الجميع، لان كلنا بنتعامل مع عبد الحق انه ابن لنا جميعا، لكل الامه العربيه ولكل البشريه جمعاء يعني. لكن قول لنا نوع التحسن، لانه ده مهم جدا، عايزين نوع من انواع الاطمئنان الزياده يا استاذ محمد. الحمد لله. هو هذا وكان قصده ابني، يعني هو الحال هو فقد الغيبوبه يعني من زمان يعني. ولكن الحاله الصحيه دي تحسنت اكثر من المستشفى، هذا هو المقصود ديال ابني. يعني ولكن الحمد لله الان جاي يعني يتجاوب معنا احسن من كان من قبل. ما يحس بنا يعني هذا الحقيقه يعني. ما هو نوع التجاوب؟ يعني هل بدا يتكلم، بدا يتحرك شويه، بدا يشاور؟ هو بيحاول يعني الحمد لله، احنا نضم ربي سبحانه نسمع صوته. نعم. ولكن يعني يتجاوب معنا بس بحركات بعينه بس بالعين. هذا بس يعني. يعني ما زال الحركه عن طريق رقبته فقط، عن طريق عينيه فقط لا غير. حقا يا. لكن يا. اطراف الايدين، يعني الايد بتتحرك ولا ما فيش اي نوع من انواع الحركه؟ الحمد لله الحمد لله، يعني يعني كل مره كنلاحظوا حاجه يعني الحمد لله على كل حال. طيب. نطلب ربي يفرحنا كثير يعني طبعا طبعا بهذه المعجزات اللي كيصراو الحمد لله. ما نوع المتابعه الطبيه طالما هو موجود في المنزل من شهر 12، يعني حوالي 4 اشهر الان في البيت، بس بالتاكيد تحت رعايه طبيه كامله، نوع المتابعه الطبيه ايه يا فندم؟ هو حقا يعني هو تقريبا يعني كثير كان يستعمل كثير اشياء، يعني مثلا اشياء كثيره يعني في الطب، يعني مثلا ك تنفس وهذه الاشياء، ولكن الان الحمد لله كل هذا ما بقاش يستعمل كويس، يعني كله يعني عادي. نعم. يستعمل اشياء كل عادي انا. طيب. يعني وكذلك الترويج، يعني كيجوا عنده بعض الاطباء يقوموا بالترويج ديالو، ولكن الان مع هذا المشكل اللي صار الان في العالم ديال هذا الوباء، ما خلينا حد يجي عنده، لان خافوا عليه كثير طبعا حسب المناعه ما عنديش قويه طبعا. انا كنت كنخدم في الترويج بنفسنا. طيب، يعني هل في تواصل مع النادي؟ سمعنا خبر كويس من النادي مؤخرا، نوع التواصل، نوع المتابعه من النادي عامله ازاي يا استاذ محمد؟ شو نقول لك؟ انا مسائل على حساب صحه عبد الحق يجاوبك عليها، اشياء اخرى من حق المحامي ديالنا هو اللي يقدر يجاوبك عليها. لا لا اوكي، لا انا اهم شيء عندي هو الحاله الصحيه، يعني خلينا نيشان جزاك الله، هذاك هو افضل شيء عندنا احنا. احنا كيهمنا ابننا ان شاء الله يكون احسن ويبرى يا رب، افضل من الدنيا وما فيها طبعا. شاعر أنا نعم تفضل. احنا كنطلب الله الدعاء ديالكم ودعاء جميع البشر اللي
التي تطلب من اقطار العالم، يعني والله العظيم كل دوله التي تطلب منا ويدعيوا الطريقه ديالهم، يعني غير مسلمين ومسلمين ومن اي نوع، يعني يطلبوا ربي يتقبل الدعاء ديالهم ويفرحنا ويقف على رجليه ويتكلم معنا. هذا الشيء اللي كان يعني كل هذه المناشدات وهذه الدعوات اللي من كل نجوم العالم ومن كل الناس في العالم بالتاكيد حسستكم ان انتم مش لوحدكم، بالتاكيد يا استاذ محمد. بارك الله فيك يا اخي. انا بشكرك وشاعر بمشاعرك جدا كاب، ومقدر تماما الامور اللي حضرتك عايز تتكلم فيها والامور اللي حضرتك مش عايز تتكلم فيها، لكن لا املك ولا يملك كل مشاهدينا عبر العالم وكل المتابعين الا الدعاء لابننا واخونا عبد الحق نوري ولحضرتك ولوالدته، وان شاء الله تكون المكالمه اللي جايه وانت بتقول لنا خد عبد الحق اهو بيتكلم معاكم بيطمنكم بنفسه، يا رب ينولها لكم يا رب ان شاء الله ويطمنكم ويبلغكم رمضان ودعوات شهر رمضان، وايضا دعوات كل الناس مسلمين ومسيحيين ويهود وكل الناس وكل الاشخاص العاديين له بالشفاء باذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. هذا اللي كنت مطلب من الجميع هو الدعاء بس، وربي سبحانه غادي يستجب ويفرحنا ويفرحكم، ونطلب الله الامور ترجع لمسارها، وهذا كله فضل عند ربنا سبحانه. ربي يمسحنا في العباد ديالو بهذا فهاد الحياه، يعني الحياه كلها ابتلاء، والحمد لله احنا نقضيو على داك الشيء بالصبر وبالدعاء وبالصدقات، وهذا فضل من عند ربي سبحانه ان شاء الله. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. الشكر، وبارك الله فيك. بشكرك شكرا جزيلا، تحياتنا لل